أول كلمة أبدأ فيها مبروك صعود المنتخب المغربي. مبروك على العرب كلهم، اليوم نحن فرحانين وطلعنا مع أصدقائنا، شفنا المباراة وشاركنا بالشوارع، وكانت هي زيارة فرحة أن نحن نشارك في المهرجان، وصادف هذه المناسبة أن نحن نحتفل بطلوع المغرب على كأس العالم، وإن شاء الله يشرفون العرب في هذه المشاركة، وأيضا أبارك لكم على نجاح مهرجان ابن بطوطة الرحالة السفراء السلام. وفعلا نحن استفدنا من وجودنا في هذا المهرجان أن تعرفنا على أصدقاء بجنسيات مختلفة وبثقافات مختلفة، وهذا هو أساس السفر. وهذا المهرجان نحن فعلا سعيدين بوجودنا هني معاكم، وإن شاء الله في المستقبل بيكون تعاون ما بين مهرجان الرحالة في الإمارات في مدينة دبي وبالتعاون معاكم، ونشكر كل القائمين على نجاح هذا المهرجان، وإن شاء الله أنا مثل ما أشوف أن أتوقع له مستقبل كبير إن شاء الله، ونحن جاهزين لأي تعاون إن شاء الله في المستقبل لتبادل الخبرات. مبروك.